السلام عليكم، معكم مازال الحمد لله في فيديو جديد. الوغ الى اول مره كتشاهد القناه ما تنساش دير سبسكرايب اكتيف النوتيفيكاسيون هكا يبقى وصلك جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون جد مهم، غادي نشوفوا فيه واش بصح خطا انك تفوت ساعه ديال التدريب الا بغيتي توصل الاهداف ديالك، وشنو هي احسن طريقه تستعمل الا بغيتي توصل يعني اكبر حجم عضلي من خلال التدريب ديالك على حسب الهدف ديالك انت بالضبط ولا انت بالضبط. ما تنساش الا عجبك الفيديو تلايكي وتبارطاجيه، طاقيني في فيديو يعني في ستوري ديالك انستغرام 100% اللي شفتها غنعاود نطاقيك. تحياتي لكم، السلام عليكم. Tell me any different. You knew rap is cool, but you far from competition. The best white rapper to emerge since 9/11. Send me suicidal beats, I get them all into heaven. I got some poet. فالكورتيزول كيتفرس او لا كيتفرس؟ الو، قبل يعني ما ندوزو للطريقه ديال تعرف كيفاش تقريبا خاصك تبقى في التدريب ديالك باش توصل الهدف، غادي نهضر في واحد الدقيقه على اهم حاجه كيهضروا على انها مدمره لفتي ساعه ديال التدريب اللي هي الكورتيزول. في دقيقه يعني لما كنتي انت باغي تعرف هذه القضيه دوز دقيقه ان شاء الله غتلقى اللي كيهمك اكثر في الفيديو. الوغ غير باش نتفقوا ان الكورتيزول اكيد انه هرمون هادي، باش نبسط للناس اللي ما عارفينش بلا ما ندخلوا في الاحماض الامينيه ولا حتى حاجه حيت ما كيبغيش يسمع بنادم بحال هاد الاشياء، وهو انه واحد الهرمون اللي غادي يقدر ياخذ واحد الحيز صغير من العضلات ديالك ويحولها على شكل طاقه. يعني انت لما غادي تكون في واحد المرحله ديال الهلع ولا ديال الخوف ولا هارب من شي حاجه، هنا كيتفرز الكورتيزول بصفه كبيره وكيقدر يؤدي لهاد العمليه ديالك. غير ان الكورتيزول ماشي هرمون اللي خايب، ولكن يعني الاستمراريه ديالو في الجسم اللي خايبه. يعني ملي كتفيق الصباح كيكون الكورتيزول مرتفع، هذا امر عادي. اثناء التدريب كيرتفع الكورتيزول، هذا امر عادي. ولكن مثلا ملي كتبغي تنعس خاص مستويات الكورتيزول تهبط، يعني هذا امر ماشي عادي الا كان عندك مرتفع. كذلك في اليوم ديالك الا كنت انت كتعيش ضغوطات اللي كتزيد انت تازم راسك وكتبقى في واحد ستريس لواحد المده ديال شهور، هنايا ماشي امر عادي. يعني هنا الكورتيزول غادي يكون عنده اضرار اكثر ما غادي يكون عنده فوائد على الجسم ديالنا. ونعطيك مثال، مثلا في التمرين كاين الناس اللي كتمشي باش نمشيو نبقاو في التمرين، كاين الناس اللي كتمشي تدرب ساعه سالات ساعه ديال التدريب الا كان الهدف ديالك. بيسير كنقول واحد انسان ولا واحد انسان اللي باغي يدرب حاضر ساله كيمشي يدير جوج سوايع ديال الكارديو. الا كنت انت انسان طبيعي يعني ما عندكش ما كديرش واحد المصادر هرمونيه خارجيه، كنت 100% طبيعي ما كتستعملش هرمونات، فما يمكنش تمشي انت باغي تدرب عضلي والهرمونات ديالك محدوده وغادي تمشي تدرب وتسالي ودير جوج سوايع ديال الكارديو، لان في هذه الحاله هذه غادي دير واحد التاثير عكسي على الجسم ديالك. هنايا كتستمر ستريس في واحد المده اللي الجسم ما محتاجهاش. هنايا غادي يكون الكورتيزول يعني مرتفع لواحد الدرجه اللي انت ما محتاجهاش. يعني ماشي الخايب انه يرتفع، بل على العكس، لان في التدريب كيكون ضغط يعني خاصو يرتفع، ولكن باش انت تبقى تمشي لواحد العوامل اللي غتخليه مرتفع لواحد الدرجه كبيره في واحد الاوقات اللي انت ما محتاجهاش. بيان سور زائد ان الضغوطات الحياه اللي كنعيشو يوميا دائما كتساعد في الافراز ديال الكورتيزول، فلذلك انت ما تزيدش عاوتاني تطور من الافراز ديالو. انا هادشي اللي كنقول، يعني ماشي خايب انه يطلع اثناء التدريب، بل خايب انك تبقى لواحد المده اللي ما بقاتش غادي تفيدك في الزياده العضليه وكتخليه مرتفع اثناء التدريب. اكيد كاين طرق باش كتحبس الكورتيزول من ناحيه الاكل ديالنا، راه هضر عليها في فيديوهات اللي سبقوا ومازال غادي نهضروا عليها ان شاء الله، ولكن غير للتوضيح، ارتفاع الكورتيزول اثناء التدريب امر جد 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 عادي، غير ما يبقاش يعني واحد التدريب زايد لواحد المده اللي نتايا ربما ما عندك ما دير فيها في الربح العضلي ديالك، مثلا جوج سوايع الكارديو او شيء من هذا القبيل مثلا من بعد التدريب ديالك. ودابا راه غادي ندوزو نوريك ان شاء الله بالضبط كيفاش غادي يكون واحد الحساب نورمالمون منطقي يعني المده ديال التدريب ديالك انت. الو، دابا غادي نجيو ديك مساله الحساب اللي قلت لكم، باش تفهم هذا حساب منطقي لواحد الانسان اللي في الفيتنس ولا في البادي بيلدينغ، يعني كيسعى لواحد الزياده عضليه، ماشي الناس اللي في رفع اثقال او في المقاومه او اللي عندهم اهداف واحده اخرى. باش نوضح لك الصوره، انت اللي كنتي تقريبا في البادي بيلدينغ ولا كتسعى الزياده عضليه، وهو انه الا جيتي التمرين ديالك تقريبا غادي يكونوا خمسه ديال التمارين، في كل تمرين غادي نعتبروا اننا عندنا اربعه ديال السيالي، يعني في المجموع ديال التدريب ديالك ملي غادي تسالي غادي يكون عندنا 20 سيري بالضبط، يعني 20 سيري اللي درتيها في خلال التمارين ديالك بخمسه اللي دزتي منهم. العامل الاول اللي غادي نهضروا عليه وهو العامل ديال الراحه، واللي غادي يدخل معنا في الحساب. العامل الاول هو الراحه. الراحه ما بين كل سيري غتكون 30 ثانيه حتى دقيقه. علاش؟ كيكون الوقت قصير، ماشي بحال مثلا في الناس اللي كيسعوا للقوه، لان دوك الناس كيكونوا كيرفعوا اوزان ثقيله، يعني خاصهم فترات ديال الراحه اللي تكون اكبر، يعني فترات الراحه عندهم اكبر. بينما في البادي بيلدينغ الاوزان مقارنه مع الناس كتكون اخف، يعني 30 ثانيه حتى دقيقه كتكون كافيه انك تدوز السيري اللي موراها. بين سير في 30 ثانيه ودقيقه انت غادي تمشي تجيب لي زالتير، غتحول من ماشين لماشين او من برا لبرا، انت حر
حنا غادي ناخذوا المعدل الاقصى واللي هو دقيقه ما بين كل سيري وسيري. يعني الا سالينا 20 ديال لي سيري في المجموع ديالنا، الفترات الراحه غادي تكون طراحات لينا ما بيناتهم كاملين 20 دقيقه، لان كانت دقيقه ما بين كل سيري الى اخر سيري عندنا، والراحه اللي موراها هي 20 دقيقه بالضبط. يعني انت فهمتي، اذا عندك 5 تمارين عندك فيهم 4 ديال سيري، انت عندك تقريبا 20 دقيقه. هذه كتمشي غير في الراحه ديالك اثناء التدريب ما بين كل سيري وسيري والتمارين ديالك كامل. حد الان مفهوم واضح، يعني عندنا 20 دقيقه هي مشات في الراحه. العامل الثاني، وهذا هو اهم عامل بالنسبه لواحد الانسان اللي باغي يدير واحد التضخيم عضلي من التدريب ديالو، وهو تايم اندر تنشن، الوقت اللي غتبقى فيه العضله تحت الضغط. ملي كنهضروا على مثلا رياضه ديال رفع الاثقال ولا هذه، ما كيهمش انه يبقى العضله تحت الضغط بشكل كبير بكثر مما كيهم يعني الحركه الانفجاريه واشياء من هذا القبيل، ما كاينش تعمقوا فيها. مي في البادي بودي ملي كتسعى الزياده العضليه، الوقت تحت الضغط بالنسبه للعضله جد مهم، لان تما فين غادي يكون تدمير الالياف بشكل كبير والاعتماد عليها يعني في البناء مره اخرى باش يكون واحد الضخامه. هنايا غتلقى ان اربعه ديال الثواني غالبا 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 هو واحد التوقيت اللي جد مهم تبقى فيه العضله تحت الضغط. اربعه الثواني تقدر تفرق حتى جوج ثواني ما بين الدفعه ديالك حتى الوصول والوقوف، وجوج ثواني وانت هابط. انت هابط راه هذه هي اهم حاجه، وهي الحركه السلبيه اللي هضرت عليها في جميع الفيديوهات. غتلقاوني في الفيديو ديال الذراعين هضرت عليها ووريتها لكم بالضبط كيفاش كنخدمها، كذلك في الفيديو ديال الصدر وريتكم كيفاش كنخدموا بالحركه السلبيه، وكذلك في الفيديو ديال الكتاف، ومازال جاي ان شاء الله فيديو الموريات والرجلين، وكذلك الظهر. ما انا غير باش نذكركم اني فيت شارحه اللي بغى يمشي يشوف. يعني هنا عندنا اربعه ثواني في كل شي عداده كندير، يعني في المجموع الا كنت غادي ندير 15، الا كنت غادي ندير 15 سيري و 15 سيري باش تفهموا هذا المبدا ديال 15 و 12 سيري، اكيد ان الجسم ما كيفهموش، لان الجسم ما كيشوفكش، ما عندوش عين باش يشوفك شنو كدير، بل هو كيفهم مجموع الضغط. يعني ما بين 40 ثانيه حتى دقيقه ديال الضغط كتكون كافيه لتفعيل دوك الالياف اللي كيتطوروا تحت الضغط وكيكبروا، بينما الا فتي واحد دقيقه فانت هنا غالبا كتلعب على المقاومه، يعني كتدخل في مرحله المقاومه. داكشي علاش حنا كنقولوا دائما الضغط ما بين 40 ثانيه حتى الدقيقه كيكون جد جد مهم للضخامه العضليه. لذلك انت اذا كان عندك يعني 15 سيري وخدينا 4 ديال الثواني، راه 15 سيري داك التمرين اللي ضربتها في 4 ديال الثواني غتعطيك بالضبط دقيقه، ولا كنت انت كدير 12 سيري او شيء من هذا القبيل غتعطيك 48 او 50 ثانيه، حنا غنفترضوا 60 ثانيه على اساس انك درتي 15 سيري، هنايا غتجيك دقيقه. يعني كل تمرين عندك فيه يعني التمارين كامله المجموعه ديالها فيهم 20 سير، كل سير انت اللي درتي فيها دقيقه، يعني عندنا 20 دقيقه. يعني هنا شنو عندنا؟ عندنا 20 دقيقه مشات في الراحه، وعندنا 20 دقيقه مشات بالضبط في ذاك الضغط اللي كدير انت على الجسم ديالك اثناء التمرين. غادي يبقى واحد العامل ديال التسخينات، هنا كاين اللي كيديروا قبل عن طريق يعني ستريتشين، ولا كيديروا عن طريق الكارديو. هذا العامل هذا انا بالنسبه لي ما بين 5 حتى 10 دقائق غادي يكون جد جد كافي لتسخينات الذات ديالك. يعني هنايا الا خدينا 20 دقيقه اللي دازت في فترات الراحه، و20 دقيقه اللي تمات تحت الضغط، وخدينا 10 دقائق مثلا ديال الكارديو، فهنا المجموع عندنا هو 50 دقيقه. يعني السؤال، الا كنتي انت دوزتي بقيتي كثر في لاصال، السؤال هو شنو كنتي كدير؟ واش فهمتيني؟ يعني هذا غير سؤال منطقي. دابا كاين الناس اللي غادي يقول لك يعني كاين كتكون لاصال عامره، كاين كتسنى، يعني حنا ما كندخلوش في هذا الحيز، حنا كنهضروا يعني بصفه عامه الا ما كانتش الاعضاء كامله، لان علاش؟ كاين اللي عنده الاعضاء، كاين اللي الجينيتيك ديالو كتختلف، كاين اللي الاهداف ديالو كتختلف. يعني ما تنساوش انا هذه القاعده اللي عطيناها ماشي هي قاعده يعني ماشي كتاب سماوي، هي فقط قاعده للتبسيط. انت بلوجيكمون غتولي تبان لك شحال خاصك تبقى في لاصال مقارنه مع الهدف ديالك. الناس اللي عندهم اهداف اخرى راه عندهم قوانين غالبا اخرى، حنا هضرنا على الناس اللي كتسعى للبرطوفي. يعني انت اذا كان الهدف ديالك الزياده، انا عطيتك ربما انت تقدر مثلا تقول لي انا كندير 6 تمارين، اذا كنتي كدير مثلا 6 تمارين غادي تزيد في الحساب ديالك هذوك 4 ديال التمارين اللي زايده، ولكن بصفه عامه في البادي بولدينغ او الفيتنس راه ما بين 5 حتى 6 تمارين او 4 ديال التمارين انا غتكون كافيه انك دير واحد الضغط جد 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 مهم على العضله، ودير تدمير ديال الالياف والدوز. ولكن اللي تصحح لي، انا عارف غادي يجيو ناس اللي ما غاديش تعجبهم هذه القضيه اللي قالت لا راه نقدروا نبقاو. انا كنهضر على واحد الانسان 100% طبيعي، وكنهضر على واحد الانسان انت شنو هي طبيعي، وهو انه الانتاج الهرموني ديالك محدود فقط، راه ما كاينش شي تعريف واحد اخر. الانتاج الهرموني ديالك محدود، لو كان ما كانش عندنا انتاج هرموني محدود يعني اطلاق،
هذا السلاح ما كاينش مشكل. فراه 100% كنا غادي نقدروا نستمروا بحال اي واحد كيدخل هرمونات، يعني الناس اللي كتدخل هرمونات راه كتقدر تكون عندها حتى 6 ساعات ديال التدريب في اليوم. لذلك حنا ما كرهناش، ولكن بما ان الهرمونات محدوده فكذلك كتكون يعني الطاقه كذلك كتكون يعني المستوى ديال الاحتمال محدود. هادشي علاش عطيتك هاد الطريقه ديال التبسيط باش تكون انت توضح لك الصوره، ماشي يعني قائم بذاته 100%. يعني لفتي هاد ال 50 دقيقه صافي راك دعتي، ولا تقدر تفوت هاد 50 دقيقه تزيد عليها كارديو مثلا انت في مرحله التنشيط كتزيد. غير هو الخلاصه، الخلاصه انه ملي كتفوت ساعه راه غالبا لك انت واحد الانسان كيسعى للهايبرتروفي، كنأكد عليها، واحد الانسان اللي في البادي بيلد كيسعى للضخامه عضليه، الزياده العضليه بصفه عامه، فراه ما كاينش دافع كبير انك زعما نص ساعه وما كان يعني ما كانش عندك اعضاء لا صار عضله او لا شيء من هذا القبيل، ما كنشوف زعما شي دافع اللي غادي يخليك زعما تزيد. لانه واخا تكون دير حتى 6 تمارين غالبا غتساليهم في ساعه. شنو الفكره اللي بغيت نوصل؟ انه التركيز، انه شوف كلشي على التركيز ديالك، ما كاينش شي واحد يحدك بساعه ولا ب 40 دقيقه، ولكن الا دخلتي لاصال وعطيتي اللي في قلبك وخدمتي وبعثتي عليك الضحك وبعثتي عليك الجماع، راه ملي في بلاد راسك في هاد الدائره اللي شرحنا حنا دابا، واش فهمتي؟ يعني الا ركزتي في لاصال 100% غتلقى راسك في الدائره هادي اللي شرحنا حنايا، يعني ديال غالبا ساعه. راه كنقول لك الاهداف كتختلف، اذا كنتي عندك جينيتيك مختلفه بزاف وعندك ربما اهداف واحده اخرى، اهداف المقاومه، كنتي كتلعب كره وعندك تدريب، ما كنهضرش على هاد الناس تماما. هنا غتكون ربما يعني عوامل واحده اخرى اللي غادي تدخل. جنرال حاولت نشرح بشكل عام انه الا جينا بغينا نلخصوا ساعه هو واحد التوقيت مثالي، لكن انت كتحترم يعني الاهداف ديالك وانت انسان طبيعي كنقولها 100%. هنا لفتي راه ماشي غلط، ولكن راه كيف ما قلنا الا كانت العوامل عندك انتيا متضحه، ما كاينش مشاكل في الفصل، ما كاينش في هذه، فغالبا غالبا غالبا غادي يكون هذا الامر جد جد كافي. كذلك كيف ما قلت ما كنهضرش على الناس اللي كتستعمل هرمونات، لان هاد الناس هي مطالبه بواحد العمل اكثر. وحاجه اخرى، التدريب ديالك الضخامه العضليه هذا الى جانب الراحه، هذا الى جانب الاكل ديالك، الى جانب النوم ديالك، حنا راه كنهضروا غير من ناحيه ديال التدريب. يعني الا كانت عوامل اخرى محترمه راه ما طلعتش 100% زياده عضليه، اللي كان عندك النعاس ناقص او ما نظمش الماكله ديالك. يعني بصفه عامه كانت هذه خلاصه شحال خاصك حاول تاخذها يعني بروح رياضيه، يعني راه ماشي ضد فكره، كنت انت كتخدم ساعه ونص راه تقدر كدير تطور كبير على حساب ربما جينيتيك ديالك، ربما الاهداف ديالك. حنا نحاول نعطيو الخيس بشكل عام الاغلبيه ديال الناس غتباشى معاهم هذه القضيه بخصوص اللي كان مبتدئ. عندي حاجه اخرى مزيانه تفكرتها وهو لك انت داخل لاصال، شوف الا كنتي يلاه دخلتي لاصال الشهر ديالك الاول انت غير مطالب تماما باحترام هذه القاعده ولا اي قاعده، 30 دقيقه في لاصال ما بين كارديو وما بين ربما التدريب ديالك او 40 دقيقه غتكون جد كافيه ثلاث مرات في السيمانه، انت كتحاول تولف الجسم واحد النمط جديد. يعني ماشي هادشي اللي تتعمل مي مبتدئ، كنهضر مثلا فات شهرين بدا كيدخل في الشهر ديالو الرابع السادس العام الاول الثاني، يعني هاد القليل 100% هاد القاعده غتكون بالنسبه ليه جدا. الا بغى يفرض على راسو التركيز في الجيم، يعني حاول توصل الفكره اليوم تكون بسيطه بدون ما ندخلوا في يعني في مواضيع علميه او شيء من هذا القبيل، يعني باش تكون واضحه للجميع. كنتمنى تكون الفكره وصلت للاعجبك، عجبتك الفيديو تاش لايك وبارطاجا، تحياتي الخالصه لكم، السلام عليكم. Making songs, thinking about you every day, wishing that everything would go my way. But I've been searching and searching again. I'm looking for love, I'm not looking for friends. Wondering if you.